السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال امريكان برجر. في هذه الوصفة هذه ان شاء الله كنحتاجوا القطعات ديال البرجر، كنحتاجوا اللحم مفروم، وفي الخضر كنحتاجوا الفلفل الاخضر والفلفل البرتقالي، البصل الاحمر، حبة ديال الطماطم، مشروم، خس، الفلفل الحار. الفلفل الحار كنستعملوه للناس الكبار، اما الاطفال من الاحسن اننا نتفاداو. كنستعملوا تشيز ديال البرجر اللي يكون من النوع الجيد ويكون ناتشورال تشيز. وفي الوصفه ديالنا وفي السر ديال هذه الوصفه عندنا الخلطه ديال غورمي برجر. كيف ما قلت لكم متتبعين ديالي، الغورمي برجر هي واحد الخلطه من مجموعه ديال التوابل كتكون مدخنه، كتخلينا نستغناو على مجموعه من التوابل. هي الوحيده اللي كنحتاج لها باش نديرها في الكفته المفرومه، لكن اذا ما كانتش كتوفر لكم هذه الخلطه هذه ممكن تستغناو عليها وتعوضوها بالفلفل الاسود والفلفل الابيض، الفلفل الاحمر الحلو، الفلفل الاحمر الحار، الثومه، البصل باودر، وتستعملوا ايضا الملح. انا مادام عندي هذه الخلطه فغنستعملها لانها كتعطي للكفته ديالنا واحد النكهه سموكد. وعلى بركه الله نبداو ان شاء الله الوصفه ديالنا. كيف ما قلت لكم كنحتاج غير لهاد الخلطه هذه وكنستغنى على كل شيء. كنضيفوها على الكفته ديالنا وكنحاول نستعمل يدي وندعقها مزيان باش تندمج مع الكفته المفرومه ديالنا. خص ضروري هاد التوابل تجانس مع الكفته، وانا حاليا كنشم الريحه مدخنه طالعه من الكفته قبل ما نبدا نقليها. انا اليوم استعملت غير برجر واحد، وانتم كيبقى لكم الاختيار على حسب الناس اللي عندكم في الدار. انا هاد الكفته غنقسمها على جوج ديال القطع لانني غندير كينغ برجر، وضروري دمجوا التوابل مزيان مع الكفته. شوفوا درت هاد جوج خبيزات وان شاء الله غتشوفوا معايا كيفاش غنبسطهم باش نديرهم في المقلات. على بركه الله غنوريكم طريقه ديال التحضير ديال البرجر. في هاد المقلات اللي ما كتهزش الزيت وكتساعد ان البرجر يجي ناشف، درت فيها شويش ديال الزيت وخليتها تغلى. كورت الكفته ديالي لجوج كويرات دائريه ومتناسقه نوعا ما، وان شاء الله غنبداو بطريقه القلي ديالهم. ناخذ الكفته ديالي، غندير نار متوسطه، غنحطها في المقلاه، كيف ما كتشوفوا غناخذ الخضره ديالي في نفس الوقت غنحطها بالجنب ديال الكفته باش حتى هي نسوطيها حتى غير تدبل واحد الشي شويه. كنحطو حتى المشروم حتى هو، كلشي تقريبا في نفس الوقت. المقله هنايا اللي قداتني باش درت فيها هاد الخضروات هادو، وغتبقى الطماطم نوضعها من بعد ما تدبل لي الخضره ديالي. الخضره غنحتاجو ليها غير شويه ديال الملحه، رشيشه ديال الملحه،
ورشيشه ديال الابزار. كيف ما قلت لكم هاد المقله هادي كنواصلوا الخل ديال الخضره ديالنا مع الكفته ديالنا. واللي كيميز هاد البرجر هذا ان كاع التوابل اللي في الكفته تطلق في هاد الخضره ديالنا باش كتجي بنينه بحالها بحال الكفته. داكشي علاش قليتهم مع بعضهم. كنحاول شويه دائما لان عندي البوطه شويه نازله، كنحاول انني داك الزيت نفرغو على الخضره. كنقلبوا الخضره ديالنا باش طيب من جميع الجهات، راه غير كنصوطيوها غير شويه غير باش تدبال وصافي، باش كنحسو بها لما كنكونو كناكلوها. وغنستمروا على هذا الشكل هذا حتى طيب لينا الكفته ديالنا ويطيب معها الخضره. الكفته ها كيف ما كتشوفوني قلبت الكفته ديالي، ومن بعد ان شاء الله غنزيد الماكيشه حتى هي غنصوطيها في هاد الزيت ديال الكفته. وهاد الفليفله الحاره غناخذ منها شويه وغندخل ان شاء الله البرجره ديالي شويه للفران غير تحمص غير تدفى باش تبقى طريه ما تبقاش قاسحه، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. رجعنا لكم مره اخرى لطريقه التقديم النهائيه ديال البرجر. كنديروا المايونيز في البرجر بريد، واللي بغى يستغنى عليه يستغنى عليه، لكن هو كيعطي واحد اللذة واحد البنة للبرجر. كنديرو في السطح المايونيز كيف ما قلت لكم. ثاني حاجة كنستعملو الخس، لما كنستعملو الخس كنضيفو عليه الكفته ديالنا. نحاولوا اننا نضغطوا واحد شويه، ومن بعد نحاولوا نستفو الخضروات ديالنا. كنستفو جميع الخضروات ديالنا من مشروم من بصل من فلفل كل شيء. وغنعاودو نديرو الطبقه ديال الكفته الثانيه. كنضيفو الطبقه ديال التشيز الاولى بحال هذا الشكل، من بعد كنضيفو الكفته وكنضيفو الخضره ديالنا المسوطيه. نحاولو نضغطو شي شويه باش نديرو الطبقه الاخيره ديال التشيز. من بعد انا كندخلهم الفران لمده ديال دقيقه باش هاد التشيز هذا يدوب لينا على البرجر ديالنا. نتلاقاو ان شاء الله في التقديم النهائي. هذا هو الشكل النهائي للطبق ديال اليوم ديال برجر كينغ. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله وصفة جديدة.